هل زور السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات نتائج استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في الفاتح من نوفمبر الجاري؟ ما هي آخر أخبار صحة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون؟ لماذا صار الإعلام الرئاسي يعاني من كل هذه الرداءة؟ تتابعون الأجوبة على هذه الأسئلة في مداخلة هذا اليوم مع أنور مالك في المواقيت التالية.